بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكرنا أن في الآية وجوها في التفسير أشملها وأحسنها قوله عز قول من قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم بعبادتي، والعبادة هي التوحيد. وكما ذكرنا أن الأقوال الأخرى: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، وهذا لأن المؤمنين هم الذين تجتمع فيهم الحكمة الشرعية والحكمة الكونية معا. ومع أن هذا معنى صحيح من جهة أن المؤمنين هم من وقعت منهم العبادة الاختيارية، وهم قد وفقوا لذلك وقد خلقهم الله قدرا لذلك، إلا أنه قصر للآية على بعض ما تضمنته. فإن باقي الجن والإنس من الكفار شرعت لهم العبادة كما ذكرنا، وأمروا بالعبادة، ما خلقوا إلا لها شرعا، ما أمرهم الله إلا بها. فكأن هذا التفسير يقصر الحكمة على طائفة كما ذكرنا، لأنه يعني أراد أن يذكر اجتماع الحكمة الشرعية والكونية معا. وأما تفسير العبادة بمعناها الأشمل، فإن العبادة عبادة اضطرارية وعبادة اختيارية. العبادة الاضطرارية في الحقيقة ليست فعلا من العبد. الاضطرارية معناها أن العبادة مغلوبون مقهورون تحت أمر الله عز وجل وسلطانه. الواحد منا يولد قهرا ويموت قهرا، يولد رغما عنه ويموت رغما عنه، لا يختار لحظة ميلاده ولا لحظة وفاته، وهو فيما بين ذلك أيضا مقهور بقهر الله سبحانه وتعالى. فالكل عبيد له بهذا المعنى، خاضعون، كل له قانتون، مطيعون رغما عنهم شاءوا أم أبوا. ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ذكر الفعل منسوبا إلى العباد، يعني يعبدون، يعبد فاعل، وواو الجماعة العائدة إلى الجن والإنس فاعل، أي ليفعلوا هم وليس ليقع منهم رغما عنهم. فناسب أن يفسر المعنى على العبادة الاختيارية، وهي أن يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالخضوع والحب والذل، بالحب والذل والانكسار والتعظيم والطاعة في جملتها، فهذا فعل العباد. أما التفسير بأن العبادة منها ما نفع ومنها ما لا ينفع، أيضا لكي يشمل يعني الجن والإنس تبقى على عمومها، ولكي يدخل في الآية أن من علم الله أنهم يموتون على الكفر وأنهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى من الجن والإنس، فما شأنهم؟ فيقول: هؤلاء معبدون لله قهرا، بمعنى أن العبودية واقعة منهم شاء أم أبوا، كما قال عز وجل: والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهؤلاء يسجدون كرها. فهذا في الحقيقة يعني انفعال منهم وفعل مجازي، وإلا فالذي يعبد قهرا هو لم يفعل شيئا، ولكنهم فعل، بمعنى وقع عليه أمر لا دخل له به. والأصل أن الفعل إنما يكون اختياريا، بمعنى بإرادة الإنسان. فلذلك نقول أن أحسن الأقوال وأفضلها هو المنقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي. كما ذكرنا أن ده بيان معنى الحكمة الشرعية، أن ده الأمر الشرعي، ويبقى الجن والإنس على عمومها، تبقى العبادة على المفهوم منها المتبادل إذنه، هو الفعل من العباد، ليعبدون، ليفردون بالعبادة، ليفعلوا هم ذلك، فهذا فعلهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه.
وهو سبحانه وتعالى أوجب عليهم ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. التعريف الآخر أشمل، هو طبعا دي يمكن تدخل فيها كل الطاعات لأنها الظاهرة والباطنة، لكن التعريف الآخر قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وعلى يعني اصطلاح أن الترك يسمى فعلا، فهذا أيضا يعني داخل في هذا التعريف. وإذا أردنا مزيد من التفصيل قلنا والتروك أيضا، فإن التروك يتعبد بها إلى الله، فما يحب الله من الترك. ذلك القائم لما يتكلم على 15 قاعدة في مراتب العبودية، فيقول العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. بمعنى أن القلب له واجبات ومستحبات وعليه محرمات وعليه مكروهات، وهناك أمور مباحة. فلو قلنا مثلا: واجب علي أن يحب الله من كل قلبي وأن يحب في الله، وحرام عليه أن يخاف من غير الله، حرام عليه أن يتوكل على غير الله، حرام عليه أن يحقد ويحسد على إخوانه المؤمنين، يستحب له الرضا فوق الصبر، ويكره مثلا يعني في حال دون حال أن يغلب مثلا الخوف دون رجاء حتى يخشى عليه من اليأس مثلا. ومباح يحب، يجوز الإنسان أن يحب أهله وولده، فهذا حب مباح. فهكذا في اللسان وهكذا في الجوارح، فثلاثة في خمسة 15 قاعدة وخمسة عشر نوعا، تكلم ابن القيم رحمه الله. ومن هنا يظهر أن تعريف العبادة دخل فيه التروك على هذا المعنى، والله أعلم. قال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، لكن في الحقيقة ليست كذلك بغير حب، لابد أن يكون مع التذلل والخضوع محبة وشوق، وإلا فالمقهور الكاره ليس متعبدا، بل المحب غير الخاضع أولى بلفظ العبادة من المكره، وإن كان ليس عابدا حقا حتى يحب ويخضع. فإن أحب ولم يخضع أو خضع ولم يحب لم يكن عبدا. وكما ذكرنا المقصود هنا العبادة الاختيارية التي يتوجه العبد بها، يذلل نفسه، يتوجه ويشتاق ويحب ربه عز وجل. فأصل العبادة التذلل والخضوع. سميت وظائف الشرع المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى بذلك. كما ذكرنا أن العبادة لا بد أن يكون فيها حب، ولذلك هذا أصل في معنى يعني تحقيق العبادة. لا يظن أبدا أن العبادة مجرد طاعة من غير أو خضوع من غير محبة، أو أنها محبة من غير خضوع، لا يحصل ذلك. بل من يقول لا إله إلا الله لا بد أن يعلم أن معنى هذه الكلمة أنه يحب الله ويخضع له وحده لا شريك له، يطيع مع محبة. ولذلك العبادات منها ما هو بالقلب وما هو باللسان وما هو بالمال وما هو بالجوارح، بجوارح اليد والرجل ونحو ذلك. التقسيم ممكن يقال ظاهر وباطن، التقسيم لا مشاحة فيه كما ذكرنا من قبل، بمعنى ممكن نقسمها إلى ظاهرة وباطنة، ممكن نقول أقوال وأعمال، ونقول أقوال باطنة وأقوال ظاهرة، أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. ممكن ندخل العبادات المالية ضمن العبادات الظاهرة بالجوارح، التقسيم لما شاحة فيه. لكن إذا سرنا على تقسيم معين وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة،
فأصل ذلك يعني العبادات القلبية الباطنة، لأن أصل التأله يكون بالقلب. ولذلك نقول أن الأقوال أي الاعتقادات، قول القلب أي اعتقاد القلب وتصديقه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه هذا التصديق اليقين الواجب التفصيل والإجمال، أو نقول الإجمال والتفصيل، بمعنى يؤمن بهذه الأصول إجمالا ثم يتعلم التفصيل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيصير مؤمنا من هذا الوجه. وهذا المعنى اللي هو قول القلب أصل وركن في العبادة، لا تصلح العبادة إلا به. بل من كذب أحد هذه الأصول بعد أن بلغته فإنه لا يقبل منه عمل بالقلب أو اللسان أو الجوارح. تصديق القلب وإيقانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها أعمال القلوب، وهو كما ذكرنا شيء زائد على مجرد التصديق. فأنت تعلم أن فلانا هو هذا الشخص بعينه، لكن كونك تحبه أو تبغضه هذا أمر زائد، هذا أمر آخر على مجرد التصديق والمعرفة. فكون المرء يعلم مثلا أن محمدا رسول الله ويصدقه صلى الله عليه وسلم شيء، وشيء زائد عليه أن يحبه وأن يعتبره الأسوة والقدوة وأن يبغض من كفر به وخالفه وكذبه. فنقول أن معرفة أن الله خالق الكون أمر، ومعرفة أنه سبحانه وتعالى متفرد بذلك نقول هذا أمر، وأمر آخر فوق أن تحبه وأن تخضع له وأن ترجوه وأن تخافه. لذلك أصل العبادات عبادة القلب، شيء زائد على مجرد التصديق، وهذا بإجماع أهل السنة ركن من أركان الإيمان، ولا تحصل العبادة إلا به. ومن زال من قلبه أصل الأعمال القلبية، وهو هي كما ذكرنا مدارها على الذل والخضوع وعلى الحب، إذا زال أصل الحب أو زال أصل الانقياد والخضوع زال أصل الإيمان. بل عند التأمل أن كل العبادات القلبية لابد أن يوجد أصلها في القلب ولو مثقال ذرة، فمعنى مثقال ذرة أو خردلة من إيمان معناه أن هذه الذرة تشمل عبادات القلب كلها، فلابد أن يحب ويخاف ويرجو. فمن زال من قلبه حب الله بالكلية ولو كان أطوع الخلق لما قبل الله منه شيئا ولا صار عبدا لله سبحانه وتعالى. ومن لم يخف الله عز وجل ولو زعم أنه محب له فهو كذلك، لأن الله قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فأما عبادة الحب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأول وصف وصفهم الله به أنهم يحبهم ويحبونه، فوصفهم بحب الله عز وجل، وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلوا بهذه الآية. المحبة غير الاتباع، لا نقصد غير يعني شيء زائد عليها، وهي ملازمة للاتباع. لكن البعض يظن أن كل متبع محب له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى إذن هناك حب لله وهناك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصل العبد إلى درجة المحبوبية، أن يكون محبوبا عند الله. كل محب متابع وليس كل متابع محب. كثير من الناس يظهر المتابعة ولا يكون محبا صادقا. المنافقون منهم من لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يظهر منه شيء من المخالفة، كما قال الله
وممن حولكم من الأقارب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهناك من لم يظهر أي مخالفة ولا علامة من علامات النفاق وهو منافق والعياذ بالله. لذلك تفسير الحب بالاتباع غير صحيح. الحب هو الحب شيء يولد في القلب لا يوصف إلا أن يوجد. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون يحبون الله أعظم وأشد من كل شيء، من حب المشركين لشركائهم ومن حب المشركين الذين يقرون بوجود الله لله، لأن حب المشركين لشركائهم الأنداد الباطلة حب في غير موضعه، حب لمن فترت القلوب على حب غيره وعلى بغض هذا الذي تتوجه إليه هذه القلوب من الأنداد. فالله فطر قلوب العباد على أن يميلوا إلى الله ويريضوا عن غيره، فإذا وجهت القلوب إلى غيره فهي توجه إلى غير فطرتها، لذلك حبهم ضعيف ينقلب عداوة ويتبرأ الأتباع من المتبوعين والمتبوعون من الأتباع يوم القيامة ويصبحون أعداء لبعضهم. فحب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لشركائهم، وحب المؤمنين لله أشد من حب المشركين الذين يقرون بوجود الله ويتقربون له ببعض الأنواع من العبادات، أشد من حب هؤلاء المشركين لله، لأن حب المشركين لله قسم من الأقسام، رجل فيه شركاء متشاكسون، فهو يحب الله ويحب غيره حب العبادة، وزع ذلك الحب. فأما حب المؤمنين لله فحب واحد لا يتجزأ، رجل سلما لرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تجد مدار حلاوة الإيمان على المحبة، لأن الحب في الله، الحب للرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله، وحب المؤمنين حب في الله، فهو في الحقيقة تابع لحب الله. من شدة حب المؤمنين لله أحبوا في الله، وأحبوا من أحبهم الله، وأحبوا من أحب الله سبحانه وتعالى، وأبغضوا الكفر ومن كفر بالله. وهذا من علامات كمال الحب، بل لا يتصور حصول الحب بغير البغض لمن أبغضه المحبوب، ووجود البغض لمن عاداه المحبوب. فالله عاد الكفار وأبغض الكفار وأبغض الكفر، فكيف يكون العبد محبا لله ثم هو يحب الكفر والكفار والعياذ بالله. لذلك تدور حلاوة الإيمان على المحبة، إنما هي كما يقول ابن القيم رحمه الله: حب الله تعالى هو حياة القلوب ونعيم الأرواح. القلوب تحيا بهذا الحب، بدون الحب تموت ولو كانت الأبدان مطيعة. نعيم الأرواح، لذة الأرواح في حب الله عز وجل، وبهجة النفوس وقرة العيون. إنما تفرح النفوس وتبتهج إذا ذاقت حب الله عز وجل، وتقر العيون تستقر ولا تطمح إلى غيرها إذا ذاقت هذه المنزلة، لا تتطلع إلى منزلة غير، لا تتطلع إلى حب شيء آخر إذا أحبت الله. وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، قال ابن القيم أيضا: هي المنزلة، منزلة المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون. شخصوا يعني خرجوا برزوا، العاملون على طريق الله عز وجل من أجل المحبة تحركوا، لولا المحبة لما تحركوا. إليها شخص العاملون وإلى عالمها شمر السابقون. العالم يعني الجبل، يعني كان جبل مرتفع فشايفينه من بعيد فعمالين عايزين يوصلوا له، هذا غرض السابقون. وإلى عالمها، إلى عالم المحبة، أو يعني إلى السير إلى الوصول إليها، شمر السابقون وعليها تفانى المحبون، أفنوا أنفسهم
تحملوا القتل وضياع الأموال والأهل والأوطان لأنهم ذاقوا حب الله عز وجل. يقول: وبروح نسيمها تروح العابدون. روح النسيم يعني الروح معنى الراحة، فالعبادة فيها من التكليف على النفس التي تميل إلى الكسل والتي تميل إلى الكمون وعدم الانطلاق، تميل إلى الأرض، فلا بد من كلفة، لا بد من مشقة وتعب. فبروح المحبة تزول مشقة العبادة، إنما يجد العبد مشقة في العبادة إذا خلت من الحب أو إذا ضعف فيها الحب. فلو أن العبد استحضر حب الله ورزقه الله عز وجل في أثناء العبادة حبا ما شعر بأدنى تعب في العبادة ولا شعر بأدنى رغبة في التكاسل عنها، وإنما لأجل ضعف المحبة تكاسل من تكاسل وتعب من تعب وأخلد إلى الأرض من أخلد. اللهم اغفر لنا يا رب. وبروح نسيمها تروح العابدون، يعني وجدوا الروح الراحة والسكون، كأنه النسيم الذي يلطف حرارة الجو، إنما وجدوا لذة المحبة فزالت عنهم مشقة العبودية. الإنسان في يعني إذا تأمل في قصة موسى عليه السلام، سيدنا موسى ما وجد النصب حتى تجاوز المكان الذي أمر به. لو أن الإنسان أدى العبادة على ما أمر بها ظاهرا وباطنا، وأعظم ذلك أن يؤديها بالخشوع والحب والإجلال والتعظيم لله، لما وجد أدنى مشقة فيها. المشقة نابعة أصلا من التقصير أو التجاوز، يا إما ما أدهاش مظبوط نقص في حاجة، يا إما تجاوز الحد. سيدنا موسى ما تعبش لغاية ما وصل للمكان، لما وصل للمكان وجاوزه قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. فإحنا بنتعب ليه؟ يا إما العبادة بنأديها منظر بس من بره، صورة، فنقوم نحس بجوع الصيام ونحس بتعب القيام ونحس بتعب ومشقة مخالفة الناس في الأمر المعروف أن أنا منكر والدعوة إلى الله أو بأذى المؤذين. أما لو أن العبادة أديت بالروح بالقلب واستحضر الإنسان فيها حب الله عز وجل لما شعر بالتعب، لازال عنه التعب. يا إما الإنسان يكون متجاوز، يتجاوز ما أمر به ويزود عليه يوم يشعر بالتعب. يقول: فهي قوت القلوب، قوت القلوب غذاء القلوب وغذاء الأرواح، وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. روح الإيمان يعني الإيمان اللي هو التصديق، من غير المحبة دي يبقى جسد بلا روح. واحد حافظ تمام يعرف مسائل العقيدة تفصيلا لكن ما بيحبش ربنا أو مش لاقي المحبة دي يبقى ميت. والأعمال، أي عمل من الأعمال بدون حب ربنا ملوش قيمة. المقامات والأحوال، المقام شيء راسخ مستمر والحال عارض يعرض على الإنسان. يعني العبادات تعود المتكلمون في أحوال القلوب أنهم يذكروا المقامات والأحوال دي، يقول مقام الحب مقام أو منزلة المحبة، يقول مقام الخوف مقام الرجاء. المقام معناه أن حاجة العبد مقيم فيها مستمر، الحال حال من الحب حال من الخوف، يعني أحيانا يجد لذة، لذة الحب، أحيانا يخاف من ربنا زي أهل المعاصي من أهل الإسلام، تلاقي أحيانا يخاف من ربنا جدا ويبقى عنده حال من الخوف، وأحيانا كثيرا ما فيش الخوف ده مش موجود، وهكذا في سائر الأمور. لو قلنا مثلا في أعمال الظاهرة، لو واحد بيصلي الفجر كل يوم وده صاحب مقام في صلاة الفجر، ولو بيصلي أحيانا يصلي يوم وثلاثة أربعة لا، أيوة ده إيه صاحب إيه حال. فبيقول إن المحبة هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، يعني بمعنى أن أي حال من غير محبة أو أي مقام من غير محبة لا يكون مقام عبودية. يقول: التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصلها.
أثقال السائرين إلى بلاد منازل الجنان. المحبة دي تطلع بهم عالي جدا، من غيرها يتعب جامد جدا. لو صلى 1000 ركعة من بحب ضعيف، لو ركعتين بحب قوي لله عز وجل، أو أي عمل بحب قوي، بلغ المنازل العالية. بدون المحبة ما يوصلهاش، وبشق الأنفس يوصل لأدنى المنازل إذا كان هناك قدر ضعيف من المحبة. أما مع قلة العمل وكثرة المحبة، مع إن المحبة تدفع إلى العمل، بس العمل في اقتصاد وفي سنة، مع حب الله يرفع أعلى المنازل. قال: تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، السائرين إلى الله يعني، وتوصلهم إلى منازل أي مرضات الله والقرب منه في الجنة لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي سراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. المطية اللي بتحمل الإنسان يعني زي الدبة اللي بيركبوا عليها يعني عشان ما يتعبوش، التي سراهم سيرهم ليلا على ظهورها دائما إلى الحبيب. يعني إيه اللي بيخليهم يصحيهم بالليل ويتعبوا ويتحملوا أنواع التعب؟ مش لازم بالليل يعني، بالليل يعني، لكن بالليل يعني الناس ما بتعبدش ربنا، يعني في فترات الظلام، في فترات إن الناس معرضة عن طاعة الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. ايه اللي يخلي الناس تتحمل المتاعب والمشاكل ومصادمة الخلق جميعا وتعرضهم للمخاطر في الانفس والاموال والاقارب يعني الاعمال وكل شيء، لانهم في فترات ظلمة، زي ما الناس تبقى نايمة بالليل والمحبون يقومون للتقرب الى الله عز وجل، فكذلك في فترات ظلمة الارض بانتشار الفساد والظلم والشرك، فالموحدون الذين يدفعهم الذي يدفعهم الى السير الى الله والتزام بدينه في فترات الغربة هو حب الله عز وجل. يقول: وهي مطايا القوم التي سراهم على ظهورها دائما الى الحبيب، وطريقهم الاقوم الذي يبلغهم الى منازلهم الاولى من قريب. طريق المستقيم اقصر الطرق بين النقطتين. عايز توصل لمنازلك الأولى في الجنة، لأن الإنسان في رغبة دفينة في كل بشر إنه هو غريب في الدنيا دي، وإنه عايز حاجة تانية غيرها، ولذلك لا يستقر له قرار فيها أبدا مهما تلذذ بأنواع اللذات، عايز حاجة تانية، لأنه هو في قلبه حاجة تانية بتقول له مش هي دي اللي هتريحك مهما كان. فهو لأنه هو خلق أصلا في الجنة عشان يستمر تعلقه بالوطن الأول، ودائما كان الانسان يحب وطنه الاول، فوطنه الاول الجنة، هو مش هيستقر له قرار الا فيها. فايه اللي يوصله باقصر طريق واسرع طريق الى الوطن الاول، الى منازله الاولى، الى الجنة التي اسكنها في ظهر ابيه ادم عليه السلام؟ المحبة. يقول: تالله لقد ذهب اهلها بشرف الدنيا والاخرة، اذ لهم من محبة محبوبهم اوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. يعني أعظم نعيم وأفرح شيء فرح به الصحابة أن المرأة مع من أحب، يبقى هم نفسهم ورجاءهم القرب من الله عز وجل، فأعظم شيء فرحوا به أن المرأة مع من أحب. يقول: والمحبة لا توصف ولا تعرف، إنما يعرفها من وجدها وذاقها، وإنما البحث في أسبابها وموجباتها. يعني بقول محبة ميل، المحبة مش عارف إيه، المحبة دي ما تتعرف. أقول لي يوصف لي طعم التفاح ولا طعم المانجا، ما يتوصفش. أقول لك ده حاجة لازم تدوقه، أجيب لك تفاح ومانجا أقول لك دوق كده تعرف إذا كان ممكن. ده بقى حاجة تسألها من ربنا سبحانه وتعالى، إن تذوق طعم محبة الله عز وجل، تعرف يعني إيه تحب ربنا سبحانه وتعالى. فإنما البحث في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها. قال: في الأسباب الجالبة المحبة والموجبة لها وهي 10، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، التدبر مرحلة بعد التفهم، مش ممكن يحصل تدبر من غير تفهم للمعاني. زيك واحد بيقرأ كلام كده أجنبي بالنسبة له، بيقرأ حروف، واحد فهم المعنى فهم
في حاجة تانية بقى تدبر المعاني عشان يمرها على قلب، عشان يتعظ بيها، عشان يجد بقى انواع التأثرات في القلب بناء يعني بناء على تدبر القرآن. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. اقامة الحروف اول المنازل، بس مش هي المنزلة التي يقف عندها، ده يبقى غلطان جدا اللي وقف عند ايه، عند اقامة الحروف، او اللي كل حاجة تشغله اقامة الحروف. اقامة الحروف اول منزلة عشان تطلع عليها السلمة اللي بعدها، يعني يكون الناس تبقى مشغولة جامد جدا حتى ما يخطرش على باله ساعة ما يسمع الآية الا ان دي خمسة ولا ستة ولا دي مثلا عارض للسكون ولا كده. لا ده وسيلة، خد بالك ما تنساش المطلوب. ولا كذلك التفسير، انك تستحضر المعاني وتعرف تجيبها، ده وسيلة الى ما هو اعظم، تدبر علشان القلب يعي ويتذكر. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياتي، ها وايه، وليتذكر وليتذكر اولو الالباب. فلا بد من التذكر، الذكر ده حضور المذكور في قلب الذاكر، اصحاب العقول يتذكروا، وده هو الذي يغني القلب، وده اعظم وسيلة قراءة القرآن مع تدبر، واعظم ذلك في الصلاة. قال الثاني التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، فانها توصل الى درجة المحبوبية بعد المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لان ربنا يحب من العبد اعمال، فاذا واظب عليها العبد صار العبد محبوبا بكله بذاته عند الله عز وجل. فالتقرب الى الله بالفرائض والنوافل، فهذا الذي يعني يزيد المحبة، لانه بيعطيه الله سبحانه وتعالى، يحبه الله، كونه يحبه يبقى رزقه وانعم عليه. واعظم نعمة يعطيها الله لعبد ان يحب العبد ربه، واذا اعطاه الله ذلك زاد، كل شوية يزداد ويتقرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويه عن ربه، قال: ومن تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. فالله يتقرب من عبدي اضعاف ما يتقرب العبد اليه. فالانسان لما يتقرب من ربنا سبحانه وتعالى يجد اثر ذلك اضعافا. فهو اذا حب ربنا، ربنا يحب منه هذا الفعل فيرزقه عليه حبا زائدا، لان ده اعظم اثابة يثاب عليها العبد، ان يذوق حب الله سبحانه وتعالى. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. الذكر باللسان والقلب، والذكر بالعمل معناه ان يكون عمله في طاعة ربنا وفي ذكر ربنا، زي مثلا الذي ذاهب في الجهاد في سبيل الله، عمله ده ذكر ربنا، لانه اعلاء ليه؟ لكلمة الله لا اله حتى يذكر الله عز وجل في الارض. فده عمله ده. الذي يدعو الى الله، الذي يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يعني كل حاجة يعملها الانسان من الطاعة هذا في ذكر الله عز وجل. واثناء العمل يكون حاضر، ان الله اثناء عمله حاضر، ان ذكر الله حاضر في قلبه. والحال بقى اللي هي احوال القلوب، ان القلوب دي على كل احوال الانسان حب وخوف ورجاء متوجه بها الى الله، وهو يذكر الله على كل حال. يقول الرابع ايثار محابه الى محابك عند غلبات الهوى، والتسنم الى محبه وانصاع والمرتقى. التسنم مش التنسم، إثار محبه على محبك، يعني الحاجة اللي انت تحبها عند شدة الهوى. الهوى ده بيهوي بالانسان، الهوى ده الرغبات الارضية الشهوات، ساعة شدة الشهوة لو قدرت تغلبها وتقول انا بحب ربنا، اسيب اللي انا بحبه ده عشان بحب ربنا، هتنجو من مهلكة وتصعد من هذه الهاوية. هو في حاجتين، هو الدرجة دي فيها حاجتين، فيها الشهوات اللي تريدها الانسان بتجره لتحت، وكسل الانسان بيمنعه من الصعود لفوق. هو لما الانسان عايز يصعد، تصعد روحه الى الله عز وجل. صعود الروح ده في قوتين، حاجة بتشده لتحت، وفي الصعود لفوق محتاج لقوة. الحاجة بتشده لتحت بتخلص منها علشان يقدر يصعد. ايه الحاجة بتشده لتحت؟ شهوات الارض، اللي هي شهوات البدن، لان البدن منبعه اصلا من الارض، والروح عايز تطلع، عايزة تتسنم. فلو هو مشدود البدن ده الارض بالشهوات دي، فلو ان الانسان غلب حب ربنا على شهوات نفسه ساعة اللذة ما تيجي، فده يدل على شدة المحبة ويرزقه الله محبة اعظم. ولذلك
سيدنا يوسف عليه السلام قدوة الشباب في لحظة غلبات الهوى لما جلس مع المرأة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعندما يشتد الأمر جدا والرغبة تبقى شديدة، موضع لا يثبت فيه إلا من أحب الله عز وجل، أخلصه الله لعبادته ومحبته. ولذلك الرجل الصالح لما توثر إلى الله بأنه هو أحب ابنة عمه أشد ما يحب الرجال النساء، عندما أرادها نفسها امتلأت منها حتى أصابتها سنة، فأعطاها 20 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها. قال فلما جلست بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، تركتها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. مش سبه هي وهو كارهها شدي منها، لا سبه هي أحب. فربنا زلزل الصخرة بدعوة هذا الرجل. فسبحان الله، الإنسان لما يكون فيه رغبات شديدة ويتخلص منها ويفضل حب الله عليها يذوق حب الله عز وجل، يرزق الله من حبه. الحاجة الثانية التسنم الارتفاع، السنم سنام الشيء المرتفع، التسنم الى محابه وان صعب المرتقى. بقى ده اداء العبادات لنفسك اسلانة، علشان انت مش هتجد حب الله سبحانه وتعالى الا لو اتيت بالوعاء عشان تاخد نصيبك. يعني انت لو ما صليتش وما قريتش قرآن وما صمتش وما انفقتش وما دعيتش الى الله ما رضتش عن المنكر، هتاخد المحبة في ايه؟ المحبة ده الحاجات دي، العبادات الظاهرة دي اوعية للعبادة الباطنة، اوعية العبادة الباطنة اللي هي عشان ترزق فيها. واحد عايز غذاء يجيب الاناء اللي هياخد فيه. فانت العبادات دي ممكن تكون صعبة على النفس، ولكن بعدها هيجد الحب اثناء تلك العبادة، فيلاقي ان العبادة دي كانت فين من زمان، بس هو لازم يعملها. وان صعب المرتقى، وان كانت العبادة صعبة على النفس في الاول، زي ما بعض السلف يقول جاهدت نفسي في قيام الليل سنة فاستمتعت به 20 سنة، فيجد ان لذة الدنيا لم يبقى فيها الا يعني مزاحمة العلماء بالركب ومجالسة الاخوان في الله عز وجل وقيام الليالي مكابدة الليالي. هو بيلاقي كده ان هو فعلا وجد اللذة في الدنيا هذه الامور. قال الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وما يدينها. تأثر القلب الأسماء والصفات، لأن كل اسم يترتب عليه أنواع من العبودية والمحبة لله عز وجل. إنسان لما يعرف ربنا يحبه، لأن الحب دائما منبعه من معرفة صفات الكمال. لذلك لو نقول مثلا عايز يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سيرته، يتعرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعرف سنته، يعرف عايز يحب الناس تحب الصحابة لما يسمعوا قصص والسير التي فعلوها الصحابة عنه. فانت عايز تحب ربنا سبحانه وتعالى، تعرف الى اسماء الصفات وفكر في معانيها، ثم كده تشعر ان كل اسم لك تعلق به انت وبيحدث فيك اثر من اثاره، فلابد ان تحب الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله باسمائه وصفاته وافعاله احبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية، فرعون نسبة الى كل من ينسب الى تعطيل الصانع، تعطيل الاله، يعني يقول ما فيش ربنا وهو. ففرعون من هذه الجهة، انه فرعونية منسوب الى فرعون لانه هو الذي قال ايه ما علمت لكم من اله غيري، فلانه منافي لوجود الله. فالمعطلة كل من يعطل صفات الله، والجهمية النافين لاسماء الله وصفاته، كانوا قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول الى المحبوب. السادس مشاهدة بره واحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فانها داعية الى محبته. يعني مطالعة القلب اسماء الصفات ومطالعة النعم، فشهود نعم الله جازم بحصول المحبة، أن العبد إنما يحب الله سبحانه وتعالى إذا عرف نعمه عليه. السابعة وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله، انكسار القلب شعوره بالفقر والحاجة وإنه ملوش إلا ربنا سبحانه وتعالى، هذا يفيض الله عليه من محبته. الثامنة الخلوة به وقت النزول الإلهي في الثلث الليل الأخير، يعني لمناجاتي وتلاوة كلامي والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشرة
مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. قل قولي هذا واستغفر الله.